غير البارح ما شاء الله الناس احنا رانا صايمين وربي هو يعلم بينا. امن بالله غير انا سمعت ولدي رابح عيط لي في التليفون قال لي بابا راني سمعت رئيس الجمهوريه قال لي بلي تاع 70 سنه هذه. قلت له هذه كاين منها؟ قال لي راني نقول لك. قال لي غدوه ان شاء الله روح البلديه والدوسي باش نروح البلديه باش نسجل روحي باش نروح ان شاء الله لكتب ربي. هذه هي والله العظيم غير زاد فيا النص غير في عمري غير الدمعه طاحت لي. قال لي وليدي راك رايح للحج والله والله خي سنه وصايم باسكو لي غير في عذابه والله غير ما نكذب عليك غير ما يخصك انا والحاجه غير درنا 14 فوا 13 فوا نورمال ان شاء الله ان شاء الله ربي يكتبها. الله لا يحرم مؤمن وان شاء الله كي جا القرار هذا ان شاء الله يزيد في عمر رئيس الجمهوريه ديالنا. هذه هي كلمة مليحة هذه أمام الله غير كلمة غير هايلة. السلام عليكم. Je vais vous parler en français parce que je ne sais pas trop m'exprimer dans la langue de arabe. Je voulais vous passer un message en ce qui concerne le Hajj pour les personnes de plus de 70 ans. Inch'Allah, l'État algérien méditera sur eux et pour qu'ils puissent partir sans tirage au sort parce qu'à cet âge-là est très très important. Ils sont près de la mort, ils sont près de la tombe. Inch'Allah, Ya Rabbi, que l'État algérien fera tout son possible. Je demande à l'État algérien de faire tout son possible pour qu'ils puissent partir et sans tirage au sort. Qu'ils partent d'eux-mêmes, Inch'Allah. Les gens qui sont en train de se faire, ils sont morts. Ils sont morts dans un monde, ils sont morts dans une vie, ils sont morts dans une vie, ils sont morts dans une vie. من ناحية تشوف الصحة من ناحية الأكل من ناحية العبادة من ناحية كل شيء مليح كل شيء مليح. لو كنت تروح لفما مثلا لما احنا لحقنا الأول مطار جدة مطار جدة داونا المدينة ضربنا 15 يوم في المدينة استغفر الله 7 أيام في المدينة ومن بعد داونا لمكة ضربنا 7 أيام في مكة. كاين القرعة والقرعه ممكن تصح لك ممكن ما تصحلكش لكن في ايام في هذه السنين تاع الكوفيد الله اعلم ما كاش ماهيش مفتوحه. لكن سمعت باللي الدوله دارت مبادره طيبه وهو ان كاين عدد تاع 2000 منصب 2000 باسبور اللي الدوله خصاته للكبار. معناه اللي فات 70 سنه ودار 10 مرات في القرعه وما صحتلوش عنده حظ اوتوماتيكمون يسجل يخرج في القرعه. يبقى تكلفه الحج هي تكلفه ما نقولش غاليه وانما باهظه بالنسبه لاي مواطن جزائري مهما كان المبلغ كبير جدا. ممكن السعوديه هي اللي تحدد بعض الامور مثل الفنادق مثل الامور تاع السفر كلها هي ليست بيد الدول الجزائرية. يبقى المواطن يتمنى يروح الحج وإن شاء الله هنكونوا منهم وكل الشيوخ مش ما نقول الشباب اللي راه يسمع فيا إن شاء الله يروح للحج وتكون له ويكون له حظ. عمرة 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 والله غير عمرة والله حاجة والله العظيم حاجة تاع ربي والواحد ما يهربش منها باسكو تروح تصفي كما يقولوا تاع بكري بيان سور بيان سور حاجة هذيك بعد مع الوقت تروح لهم هذوك بيان سور صحة لك العمرة تروح للعمرة. أنا يعني فيما يخص الحج أنا كامرأة نويت إن شاء الله نجيب عمرة مع وليدي هذا الشيء الأول ونتمنى إن شاء الله بإذن الله ربي يحقق لي بالظروف اللي رانا إن شاء الله هنا العبد كما يقول لك يلحق باش يروح بالحلال يروح بدراهمه بحلاله. وحاجة نزيدها بما يخص هذه المبادرة اللي دارها رئيس الجمهورية نحيي سيدي الرئيس تبون لأن راه يعني شاف النظرة دار نظرة طلع على الناس اللي عندهم مدة عندهم 10 سنوات تقريبا كاين اللي يطولوا ويديروا تاع القرعة ما يخرجوش وعلى حسب لاج اللي عطاه هو 70 سنة تبعنا يعني بارك الله فيه وربي إن شاء الله يكتب المؤمنين بما أن دار 2000 الجزائر عندها وعلى مستوى الوطن
هذه يعني مبادرة طيبة وكريمة، والله يجعل حجهم مقبول، والله يطول في عمر الرئيس اللي دار المبادرة هذه، وكما أقول لك العقوبة لنا. هذه يعني شيء اللي نقوله. أما فيما يخص الشيوخ اللي بعتهم عبد رئيس الجمهورية، يعني وقتهم الوقت باش يروحوا يحج، هذا هو 70 سنة تسمى خلاص، هي النورمال والفئة، الفئة اللي سبق بها تاع 70 سنة هذه هي. بصح أما 80 سنة لو كان ما يروحش معاه أهله غير ما أنا بور موا يقصيهم خير تاع أهله 80 سنة. 80 سنة كبير بزاف الأخ، لا لا، يدير الحج بصح مع أهله، يروح مع أهله ما يروحش وحده. بالك يكون مريض، بالك ما على باليش، يهبط من الطيارة يطيح على ظهره ما يعاودش يولي. شكون يهبطوا في الطياره؟ شكون يطلعوا في الطياره؟ فيها حسابات الاخ. 80 سنه كبير بصح 70 سنه لا لا، 70 سنه عنده الفرصه، 70 سنه عنده ان نشوفوا فيهم قادرين لاباس. والله غير مبارك لهذه الخطوه الرئيس الجمهوريه، يعني دار حاجه اللي اول مره في تاريخ الجزائر، حاجه مليحه، حاجه مليحه. كاين الناس اللي قنتوا 10 خطرات هو يدير القرعه، يعني سهل الحج، يعني ربي يسهل ان شاء الله. هذه الخطوة تشجع كثير من المواطنين من المواطنات والمواطنين باش يزيدوا العام الجاي يديروا يسجلوا أنفسهم. واش نطلبوا تكاليف شوية مرتفعة لو كان ينقصوا لها شوية.